السلام عليكم، معكم دكتور حاتم رشيد. اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع ديال الاستشفاء في البيت بالنسبه للمرضى حاملي فيروس كوفيد 19. هاد لوبسيون، هاد القرار اللي اتخذته وزاره الصحه كيهم الاشخاص اللي هما اسيمبتوماتيك، يعني حاملي الفيروس كوفيد 19 لكن لا تظهر عليهم اعراض المرض، لكن بشروط. اهمها هاد الاشخاص كيخص يكون السن ديالهم اقل من 65 سنه، كيخص ما تكونش عندهم امراض مزمنه خصوصا امراض تنفسيه دقيقه، قصور كلوي، قصور كبدي، سرطانات، كياخذوا ادويه دي زيمينو سوبريسور، كيخص يتوفروا على واحد الغرفه منعزله اللي فيها تهويه جيده تدخلها الشمس، ومن الاحسن البيت يجب اخلاؤهم باقي السكان. ولكن اذا استحال الامر، الا هذوك الناس اللي مع المريض ما قدروش يمشيو حتى شي بلاصه، في هذه الحاله كيخصهم بطبيعه الحال ياخذوا احتياطات صارمه من اجل الوقايه، وكيعتبروا مخالطين من الدرجه الاولى، يعني يتم تتبعهم عن قرب من طرف السلطات الصحيه. وهاد الاشخاص هادو اللي هما قلنا ممكن الاستشفاء ديالهم في البيت بالاضافه لهاد الشروط، كيخص يكونوا بصحه عقليه جيده، وكيسنيو على واحد الكونسونتمون، واحد الالتزام، وفي هذاك الالتزام تيبين تيلتزموا بانهم غيمتثلوا التعليمات الصحيه. و ادوار تيتخ جوانيابل 24 سور 24، كيخص يكونوا ممكن الاتصال بهم. السلطه الصحيه كتبقى تتصل بهم يوميا من اجل الاطمئنان على الصحه ديالهم، من اجل الكشف على هل هناك اعراض جديده اللي هي ديال المرض، او هل هناك اعراض جانبيه جراء الدواء اللي تياخذوه. والاحترام ديال الحجر الصحي بالنسبه لهاد المرضى هادو كيتم بطبيعه الحال بمساعده السلطات المحليه. مده العزل كتكون 14 يوم ابتداء من يوم اخذ الدواء. هناك احتياطات صحيه بالبيت يجب الالتزام بها ايضا، يعني يجب عدم التقارب العائلي مع المريض، يجيو الناس يزوروه، وهذا هذه مساله اللي هي غير محبه بتاتا. المريض يجب ان يتوفر على حمام شخصي مع التعقيم بعد كل استعمال. بعد كل استعمال يجب تعقيم المكان والاسطح بماء جافيل. الملابس، يجب غسل الملابس، الاغطيه، الفوطات في واحد الغساله، في واحد الماشينه لافي اللي درجه حراره لا تقل عن 60 درجه ولمده 30 دقيقه. والشخص المسؤول عن الغسيل حتى هو كيخصو يكون كيحترم شروط الوقايه، كيدير الماسك، الكمامه، واحد اللباس اللي هو سبيسيال. النفايات يجب تعقيمها قبل وضعها في الاكياس البلاستيكيه بواحد لو جافيل دو ليو ان سيزيام، كيترشب واحد المحلول ديال فيه جافيل قبل ما كيتوضع في الكيس، ومن كيتوضع في الكيس بلاستيك يجب ايضا تعقيم هذاك الكيس بلاستيك من الخارج، وكاين واحد السيركوي سبيسيال ديليميناسيون دي ديشي. وقتاش كيتم الاعلان عن الشفاء ديال هاد المرضى ديال كوفيد 19؟ الوقت اللي كيكملوا الدواء، ما كيبقاش الحراره مده ديال 3 ايام، التحاليل البيولوجيه كترجع للطبيعه ديالها، والتحاليل ديال كوفيد 19 كتكون نيجاتيف. في هذه الحاله يتم الاعلان عن شفاء.